إذا رغبت في تعلم السياسة أو في تعلم شؤون الإدارة، إذا أردت أن تتعلم شيئاً عن التاريخ، عن الجانب المظلم في طبيعة البشر، عن الخداع والخيانة، وأمور أخرى كثيرة، عليك أن تقرأ كتاب الأمير لماكيافيلي. قيل أن محمد علي باشا قرأه 17 مرة، وقيل كذلك أن كل من صعد إلى سدة الحكم استند عليه لما فيه من نظريات وأفكار ذات أهمية استراتيجية، ربما تراه كتاباً مفسداً للأخلاق، إلا أنه يبسط للقارئ أغلب الحيل التي يستخدمها السياسيون وذوي النفوذ. لعله لم يأتي بشيء جديد، فكل هذه الألاعيب معروفة سابقاً، وما كان من نيكولو ماكافيلي سوى أنه جمعها في مجموعة رسائل على شاكلة كتيب مبسط يكشف أغلب خفايا التاريخ. هذا الكتاب هو أحد أهم الأعمال في عصر النهضة، ويعتبر الأول في الفلسفة السياسية الحديثة. كتبه ماكافيلي في المعتقل وقدمها للورينزو دي ميديتشي دوق أربينو. قد تعتبره كتاباً يحرض على الكذب والخداع، إلى أن ماكافيلي حاول من خلاله تحذيرنا أن هذه الخدع والأساليب الرخيصة والتي ذكرها في كتابه موجودة دائماً وأبداً، وإنكارنا لها لا يعني أنها لن تصيبنا، بل من الأفضل أن نكون واقعيين. لذلك من الأفضل لنا أن نحيط العلم بها لنكون مستعدين لكل شيء. وحتى يومنا هذا وبعد دراسة تاريخ عدة قرون، نلاحظ أنه لم يتغير إلا القليل، فالبشر لم يتغيروا، لذلك فالسياسيون يستخدمون نفس الخطط والحيل المكتوبة في كتاب الأمير، ما تزال صالحة للاستعمال إن صح التعبير. نريد أن نوضح أولاً أننا لا نشجع ولا نؤيد كل ما قيل في هذا الكتاب، لكن في هذا العمل المتواضع نقدم لكم أهم النقاط التي نرى أنها تستحق التركيز عليها. وللعلم هذه ليست بديلة عن قراءة الكتاب. الدولة إما أن تكون جمهورية أو إمارة، وإما قديمة أو جديدة. الحكم إما أن يدار بواسطة الوزراء وهم الذين يعينهم الأمير، وإما بالبارونات أو النبلاء وهم الذين اكتسبوها بالدم. فالأول من الصعب أن يسقط، لكن ما إن سقط فمن المستحيل أن يعود. أما الثاني فمن السهل أن يسقط، لكن من الصعب المحافظة عليه، لأن البارونات سيحاولون أن يستعيدوا أملاكهم وسلطتهم بشتى الطرق. الدولة الملكية القديمة المعتمدة على الوراثة في نقل الحكم، من الصعب السيطرة عليها ما لم تتم إبادة العائلة المالكة بالكامل. الدولة المبنية على الحرية لكي يتمكن المستجد من إدارتها يجب أن تحطم. لكي يتمكن الأمير من حكم منطقة جديدة غريبة تماماً عنه، فعليه إما أن يمنحهم مقداراً ضئيلاً من الحرية، أو أن يغير ديموغرافية المنطقة بأن يدفع إليها عوائل من بني جلدته. لمن هو من العامة إذا أراد الوصول إلى الطبقة النبيلة أو حتى الحصول على الإمارة، عليه باتخاذ خطوتين: التعلم من الذين سبقوه وأن يتحين الفرص، وكذلك أن يكون مستعداً لكل الاحتمالات. يجب أن يقابل كل تيار معارضة صاعد بوحشية وبحزم. يجب أن يكون الأمير سخياً مع رعاياه، وأن يحرص على كسب ود شعبه، ليس بالضرورة أن يحبوه، أن لا يكرهه فقط، هذا كاف له. على الأمير أن يبني جيشه الخاص، وأن يكون ولاؤهم له فقط تحسباً لكل طارئ. يجب أن لا يثق بولاء المرتزقة، فأهواء هؤلاء متقلبة وتتبع الذي يدفع أكثر.
ولا أن يثق بولاء شعبه لأنه سيتخلى عنه مع أبسط اختلال في موازين القوى. لا جدوى من القلاع أو الحصون، فإنها وإن كانت تحمي من الأجنبي فلا فائدة ترجى منها من خيانة الرعية. عوامل نجاح الأمير هي أن يدرس التاريخ والخطط العسكرية، وأن يعرف جيداً جغرافية الأرض التي يحكمها. عليه أن يكون طيباً، لكن عليه أن يتعلم كيف يكون شريراً إذا دعت الضرورة. يجب أن يكسب الأمير سمعة أنه متسامح مع مناصريه وشديد القسوة تجاه معارضيه. لا بأس بهذه السمعة، لأن في أغلب الأحيان الخوف هو السلاح الأكثر فاعلية. على الأمير أن يكون مخادعاً وماكراً إذا اقتضت الضرورة. يصف ماكيافيلي هذا بالفضيلة الإجرامية، أي تبرر استخدام العنف لصالح أمن واستقرار الدولة. على الأمير أن يكون ذا هدف وأن يسخر إمكانياته لهذا الهدف، وألا يتزعزع عن تحقيقه. عليه أن يتبع طريقاً محدداً، لا أن يتقلب في الرأي كل يوم. عليه أن يدعم الفن والتجارة والزراعة، وأن يبهج شعبه بالاحتفاليات والمناسبات. وعليه أن يكرم أولئك الذين يوالونه لأنهم يقوون مكانة الأمير. يجب أن يحسن الأمير اختيار من يعملون لديه وحاشيته. يجب أن يتمكن من كسب ولائهم المطلق. لا مكان للمتملقين في المناصب العليا وتتوج بتصفيتهم. ادعى ماكيافيلي أن العديد من أمراء إيطاليا خسروا إماراتهم ليس بسبب سوء حظهم، بل لأنهم ترددوا ولم يحسنوا التصرف. على الرغم من أن الحظ يمثل نصف كل شيء، إلى أن هناك النصف الآخر الذي يتوجب علينا إدارته. ربما يكون الحظ خارج السيطرة، إلى أن ماكيافيلي شبهه بالنهر الجاري، فإذا فاض النهر يدمر كل شيء، لكنه في أغلب الأوقات هادئ، لذلك يجب اتخاذ التحضيرات اللازمة عندها لتقليل أضرار الفيضان. يجب أن يتحلى الأمير بهاتين الصفتين، الفضيلة والحذر، وإن كان يريد لنسله الحفاظ على اسمه، فعليه أن يعلم أولاده هاتين الصفتين. كيف نعيش؟ هو مختلف تماماً عما من المفترض أن نعيشه، ومن يدرس المفترض بدلاً من الكيفية سيتعلم طريقة سقوطه بدلاً من تعلمه طريقة الحفاظ على ما لديه. ما يريد أن يوصلنا إليه هو أن المثاليات لا تشبع من جوع ولا تؤمن من خوف. ليس جيداً للحاكم أو حتى لأي شخص المبالغة في المثاليات، فدعك من الشعارات الرنانة واقتباسات هذا وذاك، وابدأ بالعمل في واقعك. أي شخص يريد أن يكون طيباً طوال الوقت سيسقط مثل أي شخص آخر شرير. لذلك على الأمير أن يتعلم أن يكون شريراً، وأن يعرف متى يستخدم الطيبة والشر، وذلك حسب ما تستدعيه الضرورة. أول علامات الطيبة هي الصدق. يجب أن يتعلم الحاكم الوعود الكاذبة، لكنه يجب أيضاً أن يفي ببعض الوعود التي يقطعها، والهدف من ذلك سحب الغضب من الشارع وبالتالي الحفاظ على المنصب. فقوله لشعبه لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل، هذا لا يعكس سوى ضعفه أو هكذا ستراه رعيته، بل يجب أن يقول نعم، سأجعل حياتكم سعيدة بكذا وكذا، مجرد الوعود تكفي ليصبح الشعب مقتنعاً. لكن قد تسأل، لماذا هذا الطريق الملتوي من الخداع وتزييف الحقائق؟ والإجابة ستكون، لأن الشعب أحياناً لا يمتلك البصيرة أو الصبر. ونقصد هنا الشعب كتجمع، وليس الأفراد الذين لو عزلوا كل على حدة كانوا أكثر عقلانية وإدراكاً وتفهماً. وطبعاً نتكلم هنا عن الجانب السيكولوجي للجموع. وهكذا كان الحال دائماً، أصحاب الوعود الرنانة هزموا الصادقين واستمالوا قلوب الجموع. لا يعجبك هذا الكلام ولم تقتنع به، حاول أن تتذكر الذي يقول لو كنت مسؤولاً عن المجال الفلاني لفعلت كذا وكذا ولكان الوضع أفضل. تذكر أنه ليس مسؤولاً عن أي شيء،
لأنه ذو قصور عقلي، لا يعرف شيئاً ولا يمتلك أي فكرة عن الواقع، هو فقط يعيش في عالم المثاليات. الحشد المبتذل دائماً يتأثر بالمظاهر، والعالم أغلبه من المبتذلين. في هذه الرحلة يشير ماكيافيلي إنه لكي تكون أميراً لا يجب أن تكون طيباً، لكن عليك أن تتظاهر بذلك. فالهالة أو القناع الذي ترتديه أمام الجموع أهم بكثير من الإخلاص في العمل. هذا هو طبع الناس سواء شئنا أم أبينا، يحبون المظاهر، لكنهم أيضا يتذمرون من كل الحكام سواء كانوا جيدين أم لا. الناس إما أن تعاملهم برفق أو أن تسحقهم، ذلك إن تأذوا دون أن ينتهوا سينتقمون، لذلك أذاك يجب أن يصاحبه الخوف من الانتقام. سواء كانت حكومات قوية أو شركات كبيرة، كل ذوي سلطة يشتركون في أنهم يسحقون معارضيهم بطرق أخلاقية أو لا أخلاقية، وهذه هي الطريقة الأهم في الاستمرار في البقاء. على الأمير أن يكلف المهام الصعبة لغيره وأن يبقي السهلة منها لنفسه. يعطينا ماكيافيلي مثالاً هنا عن تشيرازي بورجيا، والذي أصبح دوقاً لمقاطعة رومانيا، حيث كلف أحد جنرالاته بسحق المعارضة واستخدام القوة المفرطة ضدها. ما حصل بعدها هو سخط من سكان المقاطعة، وهذا ما سهل على بورجيا عمله، حيث جعل الجنرال كبش الفداء وأعدمه في الساحة العامة. هو ليس فقط حظي بما أراد، بل كذلك خدع الرعية لكي يزداد حبهم له. إذا كان هناك عنوان آخر لكتاب الأمير، فيمكن أن يكون سيرة تشيرازي بورجيا، ذلك أن ماكيافيلي رأى فيه كل صفات الحاكم العملية: الحظ، استغلال الفرص، إتقان أساليب الخداع. إذا لماذا يكرهنا ماكيافيلي؟ يريد ماكيافيلي أن يورينا الجانب الآخر فينا، فالبعض اهتموا بالمثل العليا وبالشعارات الرنانة لحد غفلتهم وانفصالهم عن الواقع. هذا لا يصح في الحياة الحقيقية. كتاب الأمير هو بمثابة الوخزة التي توقظنا من غفلة المثاليات ومن أحلام اليقظة. فالحياة ليست وردية، ولا يجب أن نتوقع طيبة القلب من الجميع. الحياة بقدر ما فيها خير فيها شر كذلك. خلاصة القول: لا يوجد هناك سياسي طيب، وعلى السياسي ليكون ناجحاً أن يرهبه خصومه وشعبه أكثر من أن يحبوه. وبالتأكيد هذا الفيديو ليس بديلاً عن الكتاب، إنما هدفنا أن نشجع المشاهدين على الاطلاع عليه والتعمق في حكمه ومعانيه. Thank you.